صباح الخير. اهلا، صباح الخير، تفضلوا تفضلوا. شكرا. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا، تفضلوا ارتاحوا. الدكتور موجود؟ ايه موجود، لحظه حناديله. عزمي جاك ضيوف. اهلا اهلا، تفضلوا ارتاحوا، قهوتكم وسط بعرف، دقيقه واحده تفضلوا. شو القصه؟ يمكن مطمني انه هالة مو موجودة، هذا اللي بيهمها. ويمكن فرحانة لأنه متأكدة انه هالة ماتت. شو هالمفاجأة؟ يا اهلا وسهلا. اهلا دكتور، قلنا لحالنا نلحق قبل العيادة. اهلا اهلا، تفضل. لا لا معلش، بنقعد هون اذا ما عندك مانع. لا جوا اضوى شد. شو عاد صار معكن؟ يا سيدي رحنا على مشفى الأمراض العقلية وحصلنا على شغلات كتير مهمة. صحيح، عظيم. أعطونا نسخ عن إدبارته ومذكراته كمان. كان يكتب مذكرات؟ شي حلو. وينها؟ يا ريت تمرقوا لي إياها لحتى أقراها. إمتى ما بتحب. بس بالحقيقة رحنا جايين نسألك عن عبارة كان حاططها عن الفترة اللي قضتها هالة بمصر، مسمية التجربة المريرة. فنحنا جايين نسألك عن هذا الموضوع. أظن أنه جوزة كان معذبة هنيك. نبيل؟ بالعكس بيسوى راسه. اسمه نبيل؟ نعم نعم، نبيل إبراهيم. هو شو كان يشتغل؟ هو كان موظف بوزارة الزراعة وكان يشتغل شغلات برانية. الظاهر أنه مشي حاله، خلالها تعرف على تجار مصاري، بعدين عمل استيداع وسافر على مصر. قعد له هنيك كم سنة وفترتها تزوج هالة. شاب كانت نص بنات البلد بتتمناه، كانت حالته فوق الريح. يسلم ايديكي مدام. عينك تشوف نبيل ابراهيم. بس بيظهر ما كانت كتير مرتاحة معه لأنها مو راكزة، ما بتعرف شو بدها. هنن كانوا يحبوا بعض؟ وليش ما يحبوا بعضهم بقى؟ شو كان نقص عليها؟ لا لا لا، أنا فهمان عليك، قصدك قبل الزواج. لا، هو كان شاب ميسور وعايش بمصر وحابب يتزوج من بيئته، فخبر أهله أنه يخطبوا له من هون، وهيك صار النصيب. يعني ما كانوا بيعرفوا بعضهم؟ تعرفوا لما انطرح الموضوع، صار زيارات وتعارف، وبعدين كتبوا كتابهم وسافروا القاهرة. هلأ هو وين؟ يمكن لسه بوزارة الزراعة لأنه خلص الاستيداع تبعه ورجع على الوظيفة، بس ما عدنا شفناه. اللي فهمته منك انها كانت على علاقة بواحد تاني قبل ما تتجوز. بس واحد؟ ليش ما تجوزت الشاب اللي كانت على علاقة معه؟ ولد أزعر كان تارك الدراسة ولاحق الزعرني، لذلك شفنا انه من الأنسب تتزوج وتطلع براك البلد. بس أنا عندي رغبة إني أسألكم كم سؤال. تفضل. أنتوا شو بدكم أكثر من اللي وصلتوا له؟ لسا ما وصلنا لشي. وصلتوا لمعرفة كل شيء عن أبوكي. بس أنت شو بدك بهالة؟ حتى هالة أختي صرتوا تعرفوا عنها كل شيء. مثل ما قلت لك، هن المعتبرين إنه هالة ما تتقتل. إن قتلت ولا هربت، المهم هالة هلا ما عادت موجودة. لا لا، هالة انقتلت. بيظهر أرياني مذكرات أبوكي. لا لا أبدا، مو مذكرات أبي. مها شافت هالة وهي عم تنقتل. أنا لما كنت لساني بالبيت وأنا صغيرة شفت هالة عم تنقتل. وين؟ بالبيت، بالبيت نفسه. عم تحكي جد؟ طبعا عن جد. ما أنا شايف ما لنا شغلة غير الموضوع. لحظة، خليني أفهم الموضوع منيح. أنا عم أتذكر الموضوع شوي شوي. بالأول تذكرت البيت وتفاصيله، بعدين تذكرت وحدة مقتولة، بعد فترة تذكرت اسمها وتذكرت شو قالت قبل ما تنقتل. شو قالت؟ كانت عم تقول له دخيلك لا تقتلني. لمين؟ للي قتلها. مين هو؟ ما عم اتذكره، يعني لسه ما قدرت اتذكره منيح، بس بتذكر انه ايده كانت غريبة وكان في بايده سكين، وكان عم يقول لها لأنت بدي اصبر عليك. وهالحكي وين كان بالضبط؟ صالون، صالون الفيلا.
لا، هيك بتناقضي قصة أبوك يلي مصر على أنه قتلها بأوضة النوم. أبي كان متوهم. ليش ما تكوني أنت متوهمة كمان؟ لا لا أبدا أبدا، لأني كل شيء تذكرته طلع صحيح، لازم هي كمان تطلع صحيحة. قصدك رجعت على البيت بعد ما راح أبوك؟ رجعت وانقتلت هنيك؟ لا لا لا، بهالوقت كانت مها صارت عند أخوالها. أكيد بتقصد لما كان أبوها لسا بالبيت. شو يعني؟ بعد ما حربت رجعت له وقتلها؟ يعني بجوز هذا احتمال، بجوز تكون رجعت ندمانة وقتلها. احتمال سخيف عدم المؤاخذة. حتى لما بعثت لي رسالة من اللاذقية وقت اللي قررت انه تترك البلد، كانت مها صارت عند أخوالها وكان أسعد صار بالمستشفى. معناها اللي شفته أنا قبل هيك بكتير. معناها شايفة شي تاني. على كل حال أنا بالخدمة. أنا ماني مقتنع بالطريقة يلي عم ترتبوا فيها القصة، لأنه متناقضة مع الوقائع يلي أنا بعرفها. برجع بقول أنا بالخدمة، وشو ما احتجت من معلومات عن تواريخ عن أشخاص، أنا مستعد وجاهز. بتضل هالة أختي. طيب عندكم شي صورة لهالة؟ أكيد ببقى بجيب لكم إياها. عظيم، شكرا دكتور. أهلا وسهلا مدام. أهلا، شكرا. أهلا، باي باي، مع السلامة. خاطركم، شرفتوا. شو هدول المجانين؟ ليش ما يكون اللي عم يقولوه صحيح؟ أنا بلشت شك. أنا مو عاجبتني هالقصة كلها. ليش؟ يعني طالعين لها قصة غريبة، بدهم يكونوا عم يدوروا على شيء ثاني. يعني مالك مصدق فيهم؟ هلا ليش أنت مصدقهم؟ شلون هالة بدها تكون مقتولة قبل سفرها من اللاذقية بست أشهر؟ بس مها عم تقول إنه شافتها بعينها. شو المصروعة هي؟ ناقصنا مجانين؟ هي أكيد طالعة لأبوها. روحي طالعين لنا صورة لهالة. استفدنا منه منيح، عرفنا منه اسم نبيل ابراهيم وحسن الحربي. المشكلة مها انه نحن ماشيين بقصة مين ما سمع منا بيضحك علينا. إذا سمحت يا أستاذ، ما بتعرف قديش الموضوع مهم. 20 سنة، بجوز مات، بجوز سرح، بجوز تعين غير محل. يا أستاذ نحن جايين نحاول. حاولوا مثل ما بدكم، أنا مالي فاضيلكم، مع السلامة. ولا إلا شوف رئيس الديوان، مدير الذاتية، هدول جماعة أدام وبيعرفوا بالموضوع أكثر مني. شكرا. استنى استنى شوي، انا ما راح ادور لكم، بس في واحد بمديرية الزبداني اسمه نبيل ابراهيم، جرب يمكن يطلع هو. طيب اذا ما طلع هو شلون فينا ندور بالذاتية؟ بدك تجيب اذن سيادة الوزير. شكرا كثير. يا اهلي. طيب شو عرفك انه من الشام؟ لك يا روحي، واحد بده يتجوز واهله عم يدوروا له، وتجوز وحده من الشام وساكنه بالضواحي. منين بده يكون يعني؟ بالبو كمان باينه، يا من الشام يا من حواليها. يمكن يكون جاي من شي محافظه موظف بالشام. منشوف. ليه؟ دخيل عينك عم نسأل على شخص اسمه نبيل الإبراهيم، بتعرفوا شي؟ نبيل؟ ايه، استاذ نبيل عم يسألوا عنه. أهلين. يعطيك العافية. يا هلا. حضرتك الأستاذ نبيل؟ خير، شو بكم منه؟ بعتنا لعنده الدكتور عزمي، عزمي مصطفى. الموضوع بخص أخته هالة. هالة؟ هالة مصطفى. تعرفها؟ ايه شو بعرفها؟ إذا نفس هالة اللي أنا بعرفها، هي بزمانها كانت مرتي. فإذا هي. شو المطلوب؟ مها بنت أسعد عامر، الرجال اللي جوزته هالة بعد حضرتك ما طلقتها. ما تكوني بنتها؟ لا لا، هي ما جابت ولاد. ما جابت ولاد من أبوكي؟ كمان هي ما طولت معه؟
بتصور ما رح نقدر نكمل الحديث هون، شو رأيك تشرف معنا؟ منه منتغدى سوا ومنه منكمل دردشة. أنا آسف، الأولاد ناطريني على الغداء. منقدر نشوف حضرتك المساء؟ إيه؟ أنا بقعد بهي القهوة اللي فوق، فوق التلة فوق. أيوة. تعالوا الساعة 5. ماشي. شكرا أستاذ نبيل. يعطيك العافية، سلامات. ألف شكر، ألف شكر لك. أحلى هدية إلك. عزمك على الغداء ببلودان مشان نقدر نرجع الساعة 5 لهون. تفضلي مدام. أوكي. صباح الخير دكتور. أستاذ جميل، أهلا. أنت معروف، صورك بالجرايد دائما. تفضل. شكرا. خير دكتور. آسف، أنا حاولت أني أتصل بأخوك على البيت ما لقيته، فاضطريت أني أتصل فيك. بعرف مثل العادة، تليفوننا على البطاقة. هذا يا سيدي، السيد غسان ومدامته كانوا طالبين مني الصورة لأختي هالة. وانت كمان تعرف الموضوع؟ طبعا. تفضل، هاي الصورة كانت حلوة. من أين تهى الصورة؟ من زمان كثير. تعرف أنا لما عرفت أنه أخوه لغسان اسمه جميل وربطت الاسم بالكنية وعرفت أنك الكاتب المشهور، خطر لي أنه يكونوا عم يساعدوك بكتابة شي قصة. أنا ما بكتب قصص، بكتب مسرح. بعرف بعرف. ومسرحياتي؟ يا سيدي على راسي مسرحياتك، بس أكيد ما رح تقدر تكتب أغرب من القصة اللي عم تفكر فيها من أخوك. أنا رأيي تنصحها تكتب. شكراً على الصور، اليوم إن شاء الله بيوصلوا. ممنونك، وأنا سعيد بالتعرف عليك. الله يخليك. إن شاء الله ما بتحتاج، بس إذا احتجت أي شيء فالعيادة تحت أمرك. شكراً كثير. بالمناسبة كثير بيسعدني أنك تشرفنا على المسرح، عندي هلأ مسرحية جديدة. تفضل دكتور. ممنونك، شكراً. بتشرف دكتور. أكيد رح نحضر بإذن. أهلاً وسهلاً. أستاذ نبيل ما قلت لنا كيف تجوزتها؟ كيف؟ يا سيدي أنا كنت بمصر. أيوة. وأهلي بلبنان يتجوز. بتعرف الأهل بدل ما تبعزق مصرياتك هون وهون ركون وتجوز وخلي يصير عندك عيلة وولاد وبيت، من هالحكي. وبزيارة من الزيارات جابوا لي صورتها. أيوة. ومدحوا لي البنت، عيلة وسمعة وحالة منيحة. الدكتور عزمي فعلا إنسان محترم. قلت شو عليه؟ ويوم عزمي أصر إنه الخطبة وجواز سوا، ما رضي إنه أول شي نخطب بعدين نتجوز. وهيك يا سيدي تجوزنا. أيوه. وسافرنا على مصر، وبعد أقل من 3 أشهر بلشت المشاكل. مشاكل؟ أي مشاكل؟ يعني مثل أي مشاكل بين رجال ومرته. غيرة يعني؟ لا لا أبداً، أنا والحمد لله ما كنت أعمل شي خلي أتغار. أيوه. بالعكس كنت ناوي أعمل مستقبل سياسي، ولذلك ما كنت يعني فاضي للمشاكل الثانية. سياسي؟ سياسي ما عرفنا هيك شيء نحن. أنا كنت شاب طالع على الدنيا جديد، ما بعرف إذا بتتذكر هذيك الأيام بعد النكسة والحماس اللي صار والعمل الفدائي. أنا كنت التقي بكم شاب من هالشباب اللي بقيوا بمصر هذيك الأيام، ناس جدد وأشكال وألوان، والكل عم يسعى لأنه يعمل سوريا غير شيء. والنكسة خلت العالم يتأملوا انه يصير تغيير. ايوه. قلت لحالي يا ولد اذا بصير تغيير بلكي بتنشرف لك شي شلفة لفوق. هو البني ادم له فرصة واحدة بتجيب عمره، وانا يا مدام اجتني الفرصة. ما تنغشوا بهالحماس وبهالحكي الفاضي، ما حدا طلع معه شي. نحنا لازم نشد حيلنا ونتكل على حالنا. ربي اسألك نفسي، السوريين لازم ما يفكروا الا بسوريا. هذا الحكي عن الوحدة والتحرير طلع كله حكي فاضي.
نحن بدنا بلدنا وبس. يعني عفوا ممكن اسال حضرتك انتو مين؟ شو بدك بهالاسئله؟ المهم انت بتتعاون معنا، بتخدم بلدك وبتخدم نفسك، ونحن ما بننسى اللي بيتعاونوا معنا. معنا ضباط، معنا تجار، معنا احسن العائلات بسوريا. طيب شو علاقة هلا بالموضوع كله؟ علاقتها انه بلش يجوا لعنا على البيت، بالاول صارت دائما جيتهم، قال شو؟ عم يكركوا للبيت، تصور نحن بشو وهي بشو. بعدين انا بدي بيض وش معهم وهي ما عم تفهم علي. يعني عدم مؤاخذة المرأة شو بتفهم من هيك شغلات كبيرة، بيضل عقلها عند الشغلات الصغيرة. وليوم من الايام ليش نايمة هون؟ استنيتك. خير؟ هذا صاحبك أبو زياد إجا لعندك بغيابك. شو بده؟ شو بعرفني شو بده؟ بده يفوت يقعد. إيه؟ إيه شو إيه؟ ما فوتته على البيت. طب ليه بقى؟ شو ليه؟ كيف بدي فوته بغيابك؟ يخرب بيتك عن جد ما فوتي على البيت؟ خفت. يا هلا يا حبيبتي يا عيني، أنت هيك عم تخربيه علي. أنا مستقبل مربوط بهدول الجماعة، بكرة إذا الله وفق ما بتعرف وين بنوصل. اسمع نبيل، وصل لوين ما بدك توصل، بس وصل لحالك، أنا ما خصني. ما بصير يا هلا ما بصير، أنا وياكي واحد. شايف هذا أبو زياد اللي ما خليتيه يفوت على البيت، هذا ممكن بكرة بسوريا يصير رجل كتير مهم. وتصوري مرتي ما خليته يفوت على البيت، أكيد زعل. ما زعل ولا انضرب على قلبه؟ هلا انتبهي لكلامك. بقى تصور نحن بشو عم نفكر وهي بشو. عدم مؤاخذة اللي بده يطلع لفوق لازم يكون جنبه وحدة عم تطلع لفوق وعم تفهم عليه. مشان هيك طلقتها؟ يعني شغلات مثل هيك. ايه بس بهيك حالة اكيد بده يكون صار معكم شي حادث كبير وصل الطلاق. ما صحيح صار. بكره تروحي على الشام؟ ليه؟ ابدا مشوار، يعني منه بتعدي لك كم يوم منه بتشوفي اهلك. خير ان شاء الله، ليه بدك تبعتني على الشام؟ هلا اسمعيني منيح، شايف هدول الجماعه اللي عم يجوا لعنا على البيت؟ ايه؟ هدول بكره ممكن يكون لهم مستقبل كبير. ايه وانا كمان عم اتعامل معهم، يعني كمان انا بكره كمان ممكن تصير شغله مهمه ان شاء الله. وهن هلا بحاجه لواحد يودي لهم رساله على الشام. انا؟ ايه هلا ما في غيرك. بتعرفي المخابرات شاطره كثير وبدنا حدا ما يشك فيه. بقى شو رايك؟ انا انقل هيك رساله؟ هلا هذا عمل وطني. لا ماني رايحه. هلا من كل عقلك؟ لكن من نصه؟ بدك ياني اشتغل بالسياسه؟ شوف نبيل، أنا ما اجيت على مصر مشان اشتغل بالسياسة، أنا بدي بيت ولاد وبس. ليش هذا الشيء بيمنع انه يصير عندنا بيت ولاد؟ بالعكس هلا، هذا الشيء اللي بده يعمرنا بيتنا. أخي أنا ماني رايحة. هلا هي شغلة بتقرر مستقبلي. أنا مالي علاقة لا بمستقبلك ولا بماضيك. هلا أرجوكي، هلا مشان شغلة صغيرة مثل هي رح تخربيها علي؟ إذا أنت شايفة صغيرة أنا ما شايفتها هيك. هلا أنت مو بتحبيني؟ لا. لا. لا وستين لا. بس انا جوزك وانا مرتك بس ما بحبك. طيب لك ليش عايشه معي؟ ليش اتجوزتيني وليش انا جوزتك؟ والله اسال حالك. هلا طلعي فيه منيح. هلا اذا ما نفذتي لي هالطلب ما راح مرق لك اياها. شو بدك تعمل يعني؟ هلا بكره بتندمي. بكره بنشوف مين راح يندم. بتعرفوا انا بالاول يعني ما فهمت شو بتقصد بتهديدك.
شو هاد؟ ما لك علاقة. مو بدك ياني سافر؟ رح سافر. سفر بكرة وين بطاقة؟ بطاقة معي. وين راح من هلا؟ ما لك علاقة. ما لي علاقة؟ مشان هيك ضابة شلتيك من هلا. لك شو تجنيتي؟ من كده عليك ماشي؟ اي ماشي. بتقدر تمنعني؟ طبعا بقدر امنعك. جرب. لك وين رايحة؟ ما تعرف ما بدي. اليوم بنزل بأوتيل وبكرة بسافر. شو انت فاكر الدنيا سايبة؟ فوتي لجوا احسن ما اعمل لك سرعة. سمع الحارة كلها فيها. والله إذا بتسمع الدنيا كلها ما لعبت لك بالبيت. بدك تفوتي غصبا عن أبوك. وعملت لها اللازم. أكلت قتلة مرتبة. بس شو الفائدة؟ الخدمة اللي كان لازم أقدمها لبلدي ما كان ممكن تزبط بالإجباري. أساسا هن ما بيرضوا. لما عرفوا صار مشاكل بيني وبين مرتي صاروا خايفين وصرفوني. يسلموا. يسلموا. يسلموا دياك. شكرا. نعم. قلت لحالي ما ضل غير الطلاق. حتى اني بعد ما طلقتها قلت لها خليكي هون يعني انت عيب لازم امنها وسفرها. قلت لها خليكي بالبيت وانا بدبر حالي. ما ردت علي وما عاد بينت. شو بدي ساوي؟ لوين راحت؟ والله ما بعرف لوين. بس بعد حوالي شي 3 شهور اتصلت فيه وقالت لي انه هي بعدها بالاسكندريه بدها تسافر بالباخره. وبعدين ما عاد بينت. وانا دورت على بنت حلال وتجوزت وهلا اولادي كبروا وانا مبسوط والحمد لله. وما عاد شفتها بعد ما رجعت عشان؟ كيف بدي اشوفها؟ سمعت انها تجوزت وراجع بالباخره بعدين ما عاد بينت. وما عاد سمعت عنها شيء ابدا؟ ليش وين هي مو برات البلد؟ سمعت انه هربت مع واحد تاني وتركت البلد. طب ليش ما تسال اخوها عنها؟ شو بدي فيها لاسال عنها؟ بس بعد ما رجعت من مصر حكيت مع اخوها بالتليفون. قلت عيب نحن كنا نسايب. بعدين انا بدي اشرح له الموضوع خفت تكون نقلت الصوره غلط. قال لي اللي صار صار وهلا هي متجوزه كل واحد شاف نصيبه. طيب بعيد عن موضوع السياسه اللي ما لبتك فيه مثل ما بدك. كيف كان سلوكها؟ عادي. شو قصدك؟ يعني بنت صبيه وحلوه وانتم ببلاد غريبه ويمكن العادات بتختلف. لا 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 ابدا ما اختلف علينا شيء. بالعكس مثلنا. يعني بس اختلف موضوع اللهجه. يمكن قصدها تقول انه هي ما كانت تحبك والدليل انه انتوا تركتوا بعض عند اول صدام بيناتكم. بس يا ترى هي كانت مخلصة لك؟ لاحظت شي على سلوكها؟ شو عم تحكي يا رجل؟ قلت لك مشان كلمتين عملت لها قتلة. بعدين انا كنت بحويها ببيتي. بقى كيف لو تطلع برا الطريق؟ انا اسف يا جماعة صار لازم امشي. بس ما قلتوا لي هي وين صارت اراضيها؟ علمنا علمك ما بنعرف. ما بتعرفوا وين اراضيها وجايين عم تحكوا بسيرتها؟ بجوز ما تكون عايشه. شو يعني ماتت؟ يمكن. ليش ما بتعرف انه ماتت؟ منين بدي اعرف؟ يا سيدي اذا ماتت الله يرحمها. عزيزكم انا صار لازم امشي. عندك مانع اذا احتجناك مره ثانيه انه نجي نشوفك؟ ابدا. وليش ليكون عندي مانع؟ اتصلوا فيه على المديريه وانا جاهز. ماشي نحن كمان ماشيين. شرف. شرف. في شيء ما مقتنع فيه. ما محرز الخلاف اللي بيناتهم يؤدي للطلاق. تذكر شو قال انه بعد ما رجع من مصر اتصل باخوها لانه خايف تكون ناقله صوره غلط؟ يا ترى شو هي الصوره الغلط اللي ممكن تنقلها؟ خلينا عند خايف. انا بتصوري انه هو خايف منه وبس. من شو بده يخاف؟ شلون من شو بده يخاف؟ واحد متعاون مع فئه سياسيه وبعدين حب يرجع ولو؟ ماني مقتنعة لأنه كله هيك على بعضه ما خرج سياسة. هون القصة. واحد مثل هاد ما خرج يكون صاحب مبدأ لحتى يضحي من شانه. هذا انتهازي ومستعد يركب أي موجة. وبالعادة بيكون خويف وبيتمنى يختفوا كل الشهود اللي كانوا شايفين محاولته. معقول تقطع بطاقات؟ معلش جماعة المسرح درويش هدول اثنين لو سمحت. يسلموا ابو عصام. اهلا اهلا استاذ زياد. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. تقطع بطاقات؟ لا ولو مو مشكلة ولا يهمك. تفضلوا تفضلوا استاذ زياد. شرف. بس عفوا بدي اسالك جميل وينه؟ جميل لساته زعلان. زعلان؟ ليش زعلان؟ هذا يا سيدي يوم الافتتاح نعجقنا.
ونسينا ننده له يطلع يحيي الجمهور. ايه فاخذ على خاطره وزعل. لا مو مشكله، انا بصالحكم، بس في تليفون هون لو سمحت. طبعا عبيد، طلب لنا الاستاذ جميل ببيته. الو استاذ جميل، استاذ زياد تكلم. الو جميل، مرحبا غسان من المسرح، ما عم يرضوا يطلعوا لنا ولا من نيتك، بس مها مصممه ما تحضر العرض الا اذا حضرتك كنت موجود. ما بكفي، ما في دعوه، استحوا على حالكم، بدك تشوف حالك مرت اخو المؤلف. غسان شوف مين اجا. جميل احكي. الو اهلين جميل، ما عملك ازعاج؟ انت ما عجوبين؟ طيب خلاص مين حالك تعال. انت هو كمان؟ انا حظي طيب فعلا. يا اهلين دكتور. اهلين دكتور. اهلا وسهلا، جاي تحضر؟ ايه والله تعالي جميل، بس انا لازم ارقم البطاقات. اذا بتحب من رقم لك اياهم جنبنا. بكون ممنونك. تكرم عينك. شكرا. ليه ما جايب المدام معك؟ رح اجيبها على العرض، لسه بكير. استاذ جميل وينه؟ بعثت لكم معه صورتين لاغتيال، ان شاء الله يكون وصل. صحيح، الف شكر. تفضل دكتور. ميرسي، شكرا كثير. تكرم عينك. جميل هلا جاي بده ياخذ فيلم. ايه على عيني. بالاسم دكتور، تفضل. اللي يجيب الصور معه. على عيني وراسي. الاستاذ زياد المخرج، دكتور عز. لو نحن حظنا كثير طيب نتعرف على المخرج وعلى المؤلف بيوم واحد. يا اهلا وسهلا يا سيدي، انت عجبك العرض، بنعرفك على الممثلين كمان. اكيد رح يعجبنا. ضلوا واقفين هون. تفضل تفضل. شكرا يا سيدي. ايه جميل، ايه دكتور عزمي هون، رقمنا له جنبنا. ايه ماشي، لكامة الحن على كافتيريا الزهرة. ايه من انه يجي معنا؟ ايه ماشي، الله معك، مع السلامة. معنا وقت نشرب قهوة بالكافتيريا ما هيك؟ وليش بالكافتيريا؟ نشربها هون. وعدنا له جميل بالكافتيريا. بعدين مو بدنا نصالحكم مع بعض؟ نحن ما بده مين يصالحنا، على طول بنتزاعل ونتصالح. روحوا انتوا على الكافتيريا، انا جاي نزلوك بالحق. ماشي، شرف دكتور. انا لازم روح جيت ام لؤي. ما أنا وقت لسه بكير، بعدين بدنا نقول لك مين شفنا انا ومها اليوم. شرف. تفضل. شرف. تفضل معك. يا لطيف، شو مبين عليها منطوطه. بس حلوه كثير. ايش شو نفع الحلاوه اذا ما في تربايه؟ هلا فورا حكمتي على المخلوقه انه ما لها مربايه؟ ها، اي مو مرض اخوها حكت عنها. طيب هلا قليلي، ليش ما بدك تروحي معنا على المسرحيه؟ حضراني تمرتين، بدك يعني احضرها كمان؟ بيجوز بعد العرض نطلع نتعشى بشي مطعم. بس تطلع وتتعشوا بالمطعم بتتصل فيني وبتجي بتاخذني. طيب بتصل معك. وبتعزموا الدكتور عبد الحليم لانه فركشتوا له عزيمته. وبنتصل مع الدكتور عبد الحليم. يلا. ليه ما شفت نبيل بعد ما رجع من مصر؟ شفته. شبكون عم تطلعوا بعضكم؟ هو قال انه ما شافها، حكى معه بالتليفون بس. نبيل اجى لعندي بنفسه يطالبني بالصيغه وبتكاليف حفله العرس وببطاقه السفر. غريب. صور، قال بده كامل حقوقه لانه ممكن يرجع يتجوز مره ثانيه. يا ترى ليه هو عم يقول انه ما شافك؟ بده يكون خجلان من نفسه. اعطيته الصيغه بعدين؟ شو اعطي؟ قلت له تصطفل منك إلها. ليش لما طلقتها ما طلبت منها صيغتك وخاتمك؟ طيب هلا شافته شيء؟ ما بعرف. في شيء ما عم يزبط. واحد جاي يساوم على زوجته بهالطريقة هي، معناتها شو الصورة الغلط اللي خايف هالة تنقل عنه؟ هو هيك قال؟ ايه؟ قال إنه اتصل فيك لأنه كان خايف هالة تكون نقلة صورة غلط عنه. جاب لك شيء سيرة السياسة؟ سياسة؟ هذا خرجوا سياسة. ايه هو هيك قال، انه تعاون مع ناس بمصر مشان سياسة. نبيل، انا بشرطك انه بالسنة كلها ما بيسمع نشرة اخبار واحدة. على كل حال بجوز. غسان برأيه انه نبيل كان خايف من هالة تفشي سره وينضر، يا يعتقل يا يتسرح من شغله. هذا دافع قوي بيخليه يسكتها. نبيل اذا بده يعملها بيعملها مشان المصاري، بيلحقها وين ما راحت.
ممكن فعلا يكون لحقها بعد ما هربت وعمل لها شيء من هالنوع. لوين بده يلحقها؟ عم اقول لك هلا ماتت بالبيت. انت مصره؟ طبعا مصره، لاني شفتها بعيني. انا بالاذن بدي الحق اجيب ام لؤي، بنلتقى بالعرض. على عيني الدكتور، لا تنسى موعدنا على 10 زلارات. شكرا، الى اللقاء. الله معك، مع السلامه. الو، الدكتور عبد الحليم؟ ايوه. مساء الخير، انا سحر. اهلين انسي سحر، كيفك؟ الحمد لله. دكتور، اليوم غسان ومها بدهم يحضروا المسرحيه، وبعد العرض عازمهم جميل على المطعم، وانا وياك حضرانين المسرحيه، بقى شو رايك نلحقهم؟ لوين بدنا نلحقهم؟ على المطعم، رح يتصلوا فينا ويقولوا لنا وين هن. والله انا اسف، عندي موعد ثاني. لا يا دكتور، هن متاملين انك انت توصلني. اسف. طيب مو مشكله، بس يتصلوا فيني بقول لهم يجوا ياخذوني. اذا على توصيلي مو مشكله، بوصلك، بس ما بفوت بسهر. ايه بس هيك بيزعلوا. ولا يهمك، انا بتفاهم معهم، مو بيناتنا هيك شغلات، بس يتصلوا فيكي خبريني وانا بالخدمه. يلا جميل، ما تطلب. ما بده يجي الدكتور عبد الحليم وسحر. حكيت معهم يعني؟ ايه اتفقت مع سحر. برافو عليك، كنت بدي لكم تجيبوا سحر معكم. طبعا. تعرفوا يا جماعه، جميل ناوي يغيب الفصل الثاني من المسرحيه. وين؟ مشهد الخناقه بين الرجال والمراه. ليش انتم بتقدروا تغيروا بالمسرحيه امتى ما بدكم؟ طبعا ممكن. وشو بده يغير؟ هلا ما فينا نحكي، بدل ما خلصت التغييرات رح نعزمكم مره ثانيه وان شاء الله رح تعجبكم. جميل رايه انه طالما البنت ما عاد عم تظهر بالمسرحيه ممكن ينتهي المشهد بالقتل. لسه ما بنعرف كيف نظبطها، الاسبوع الجاي بنعزمكم تشوفوها. هاي سحر. اهلين سحر. مساء الخير. هلا. اهلين. شو وين دكتور عبد الحليم؟ ما بعرف، وصلني وراح ما رضى يفوت. معقول الحكي؟ لو بنعرف ما راح يطلع كان واحد منا راح جابك، ليش تبكي للرجل؟ لا هي قالت جاي مع الدكتور. بس ما بعرف ليش غير رايه، ما ابي. كيفك ست ام لؤي؟ الحمد لله، الله يسلمك. ان شاء الله عجبتكم المسرحيه. ايه والله حلوه، بتجنن. وشو الغايه يا استاذ جميل من انه البنت تنقتل؟ بصير المشهد احلى بكتير. لا يا مدام، في قتل بخلي اي شيء احلى. مسرحيات شكسبير كلها قتل، ليش الحياه نفسها مو مليانه جرائم قتل؟ هلا جايبيننا لتعشونا ولا لحتى تتناقشوا بالقتل؟ روحي. بالمذكرات عم يأكد أبوكي إنه هلا في بحياتها رجل. طيب نحن هذا الرجل ليش ما مندور عليه؟ برأيك مين بده يكون؟ محتمل يكون نبيل جوز الأولاني، رجع من مصر ليطالبه بمصاريه، هدده بشيء معين، التقى فيه أبوكي، انتبه للقاءه فيه، فسر الأمور غير تفسير. هذا أول احتمال. وعن الاحتمال الثاني، حسن الحربي حبيبة الأولاني، شخص بتحبه وبيحبها، ما قدرت تتزوجه، حتى أبوك عم يشير لهيك شيء بالمذكرات. ها وين؟ هون. على الباخرة حدثتني عن شخص أحبته وفقدته. لا، هي لم تفقده، أنا فقدت من أحب. هي لم تستطع أن تتزوجه. وين هون؟ هون. أيوة. بالنسبة لي من أحبها ماتت، بالنسبة لهالة ما يزال موجودا. لو المسألة متعلقة بحسن كانت رجعت له، ما جوزت أبي وهي راجعة من مصر. أنا برأيي ندور على حسن الحربي. خلينا نأجله هلا مشان ما نتخربط، بكرة منشوف نبيل، إذا ما عرفنا أي شيء منشوف حسن. أوكي. هلا كانت صبية بأول عمرها، بتحب الحياة واللبس، عروس رايحة مصر. أول يوم كانت فكرة إنه رح تشتري بضاعة مصر كلها، وتاني يوم رح تتعرف على نجوم السينما، احمد رمزي، رشدي اباظة، وشكري سرحان، وممكن كمان فريد شوقي وماجدة وفاتن. شكرا استاذ منى. اهلا وسهلا. ايوه. وتاني يوم خاب امالها، لا في مصاري المشترى وهدول جماعه السينما، انا ما بعرف ولا واحد، بس انا قلت لها ممكن اعرفك على محمود المليزي
وفريد شوقي وممكن كمان توفي الدان. شو هذول انت كنتوا بتعرفهم؟ يا رجل عم بمزح، انا وين والعالم وين؟ يمكن لو طولتوا مع بعضكم كان. يا ستي لا طولنا مع بعضنا ولا طولنا بمصر. بيظهر مانك محظوظ يا استاذ نبيل. ليش بقى؟ يعني لا العروس طولت معك ولا اللي تعبت بطريقه قدروا لك تعبك. صحيح. يعني ابو زياد ما حاول يعتني فيك بعد ما رجعتوا لسوريا؟ مدام هي سياسه كل واحد لازم بوقته بعد ما ينتهي ما عاد منه خواص. لكن ليش بنالك انه كان بضربه؟ اذا زبطت معي بصير فوق الريح. استاذ غسان اخذت المدام ورجيتها على الضيعه اللي فوق؟ اخذتها ايه ورجيتها على راس النبق. منطقه حلوه كثير. لا تخليه يضحك عليك، خليه ياخذك على الضيعه، الضيع مليان بضاعه. شو ما بتشتهي بتلاقي. شو رايك غسان؟ عم تفسد علي يا استاذ نبيل. في ملابس حلوه هني؟ عم بقول لك شو ما بدك بتلاقي. طب هلا شو عندك شغل؟ ولا شيء، ليش؟ يعني ممكن تصل معنا نشتري كم غراض وبعدين بنرجع. اي على عيني شوفهم. فرجي ها، ما في مشترى. بتلاقي شغلات بتعجبك، الضاعة النسوانية رفع الرفع. الأسعار غالية هون؟ أرخص من لبنان، بعدين كل شيء متوفر. لما بيكون معك مصاري أستاذ غسان، شو ما بدك بتلاقي. ما رح تفوتوا معي؟ لا روحي فوتي أنتِ، نحن رجال ما دخلنا بهيك شغلات. على سيرة المصاري، بيظهر لما رجعت من مصر كنت متضايق شوي ما هيك؟ شو عرفك؟ امبارح شفت الدكتور عزمي وقال لي انك انت طالبته يرجعوا لك خسارتك على العرس والعروس. سيدي ايام مضت. قلت لي انك اتصلت فيه اتصال بس طلعت شايفه ومطالبه وما طلع معي شيء. قال شوفها او شوف جوزها، عجبك الحكي؟ وشفتها؟ ما شفتها، شو بده يطلع منها؟ بعدين بلكي جوزها كان مشراني وهيك سكتت وراحوا عليك المصاري. هلا بدي اسالك انت شو بدك بالسيره؟ ها؟ شوف ما تخربت بيتك. هلا ما صدقتي على حالك تفوتي خمس دقايق لحتى اشتريتي كل هدول؟ اللي زمان ما اشتريت. ايه تفضلوا على السياره خلصت فرجه. كان ضروري حضرتك تحكي عن التهريب. وانت كان ضروري حضرتك تخليها تشيل المصاري. شو رايكم فنجان قهوه؟ لا معلش تاخر الوقت، مره ثانيه ان شاء الله رد. هلا معقول تصلوا لقدام البيت وما تشربوا قهوه؟ مره ثانيه اكيد بنزورك ونشرب قهوه ونتعرف على المدام كمان. اصحك ها بتفسد لك اياها وتعلمها على الصرف. لا مرتي اخذ لقاح ضد الصرف، صار عندها مناعه. ماشي يلا مع السلامه. يا اهلين. الله معك. مع السلامه. مساء الخير دكتور. اهلين جميل. منيح لي لحقتك. لك انتم معروفين. شو هالعيبه هي؟ كل واحد منكم بيجي بيقول منيح اللي لحقتك. طيب ليش التليفونات؟ بيظهر ما حدا بيعرف يحكي بالتليفون غير سحر. بالمناسبه انا زعلان منك كثير. انت كيف بتوصل سحر لباب المطعم وما بتفوت؟ ليش كنت معزوم؟ هلا بدك عزيمه؟ عن جد ليش ما فتت؟ بدك نحكي عن جد؟ طبعا بدي نحكي جد. تفضل لنحكي. أنا بعرف إنه ما بدي عزيمة وبعرف إنه لو كنت خاطركم كنت اتصلت فيه يا أنت يا غسان، لكن اللي اتصل سحر واتصلت مرتين، أول مرة مشان تقول لي على السهرة وتاني مرة مشان تقول لي بأنه مطعم وإني لازم أوصلها. ما عجبتني القصة.
يعني كان لازم انا اتصل؟ مو من شان انت تتصل، ما عم تفهم علي. انا بدي احكي عن سحر. شو بها سحر؟ سحر عندها مشكله سببها الفراغ. انا بعرف انه المبادره كانت منها وهذا الشيء ما بيزعجني، حتى لو كانت بدها تطور الموضوع ليصير منه قصه حب وزواج، لكن سحر بدها غير هيك. قصدك انه سحر عم تتسلى؟ لا، تسلاي البنات الصغار. سحر عم بتعبي فراغها، من شان هيك انا وصلتها وما دخلت. ما بدي اياها تحس انه هي امتى ما بدها تطلب مني هيك خدمه الا اذا كانت ضروريه. لا دكتور، هيك عم تعقدها. هي معقده، مو انا اللي عم عقدها. خذ مثلا قصة الجريمة اللي عم يشتغل فيها مها وغسان. بالمناسبة دكتور، أنا جاي لعندك مشان هالموضوع بالذات. خليني أكمل. سحر لأي درجة مهتمة بالموضوع؟ ما بعرف، لما بينفتح قدام الموضوع بتحكي فيه، ولما ما بينفتح بتحكي على مها. هذا قصدي، سحر ما مهتمة بأي موضوع اهتمام فعلي، لكنها حاسة بفراغ، ومشان تعبي هالفراغ ممكن ترتكب أشياء غلط. شيء غلط مثل شو؟ ما بعرف، بس لازم تنتبهوا عليها. يعني نطالعها معنا ونخليها تختلط بأجواءنا؟ ممكن هيك أشياء تفيد. على العموم مو مشكلة، المهم هلأ بدي اياك تعرف أنا لشو جاي لعندك. هات لنشوف. بيظهر كمان أنت بلشت تشتغل على الخط مع مها وغسان. لك أخي، غسان ومها إلا يكونوا راكدين ورا شيء، لازم نساعدهم. نساعدهم؟ هلا من فترة عملنا هيك شغلة، حاولنا ننشر ذاكرة مها وما ضبطت. مو دائما هيك أشياء بتضبط. ليش ما نعمل العكس؟ كيف؟ يعني ننشر ذاكرة المجرم بدل ما ننشر ذاكرة مها. ليش عرفتوا مين المجرم؟ لا، بس هي وسيلة إننا نعرفه. الحقيقة الفكرة اجتني من مسرحية هاملت، بس قبل ما أقول لك شو فكرتي، بدي أسألك سؤال. إذا واحد عامل جريمة من شي 20 سنة وارجينا هذه الجريمة على المسرح، كيف بيتصرف؟ ممكن يتصرف بشكل يفضح؟ بجوز ما يتصرف شيء، بجوز يظن المشهد صدفة، لكن إذا عرف أنه مقصود فبيكون رد فعله مختلف. أنا راح أشتغل مع غسان ومها، بدي أتعاون معهم. أي حدا بيشكوا فيه من نجيبه على المسرح خليه يتفرج على المسرحية وأقعد راقب ردود أفعال. مثل ما عمل هاملت؟ بالضبط. هيك رح بتطولوا كتير لحتى تصلوا للنتيجة. أخي خلينا نحاول، ما في خسارة. وهلأ قوم نروح لعند غسان ومنسهر عندهم. يلا. يا أنيس العدنان. يا أنيس وزين. الحمد لله، طمني كيف؟ عظيم كتير، لقيتوا له ابن عمك. شو اسمه؟ عامر. عامر حكيت معه شيء؟ ليه؟ ايوه معك حق. يعني اذا اجينا لحلب نقدر نشوفه؟ الله يخليك، شكرا. عم نعزمك معنا، ما تواخذنا. شرفونا على الشام انت والمدام. على عيني وراسي. الله معك، مع السلامه. الف شكر والف مبروك. وهي لعبالك ابن عمك كمان اسمه عامر، حتى اسم ابوه قريب من اسم ابوكي. سعيد ومسعد. انت من الراحة؟ امتى ما بدي. ها يمكن جميل. مرحبا. اهلا اهلا اهلا. مرحبا. اهلا بالشباب. يا اهلين. خير ان شاء الله، كانه في شيء مهم. خلينا ناخذ نفس الاول. طول بالك. تفضل 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 تفضل. اي دكتور، انت برايك الطفل في هيك عمر بيقدر يتعرف على الموت؟ يعني بيقدر يدرك انه هذا الشخص اللي قدامه ميت؟ ايه، بعتقد انه الطفل بيعرف الموت، بيعرفه من دون ما يقدر يفسره، مثل الحيوانات. الكلب مثلا بيشوف الميت بيعرف انه ميت، بيقعد على طرفه وبيرجع راسه لورا وبيعوي. الاطفال هيك بالغريزه بيعرفوا انه هذا الجسد ميت. أنا ولا مرة شكيت إنه هذا الإنسان اللي شايفته مو ميت. يا جماعة، بتعرفوا إنه رح نعمل بعض التغييرات بالمسرحية؟ وإمتى بتجهز تغييراتك؟ يعني بدها يومين ثلاثة. بنكون رجعنا من حلب. يا جماعة، طالما جميل تورط وورطني معه،
فخلونا كلياتنا نكون بالصورة. اشرحوا لي لوين وصلتوا. لحتى تكون بالصورة تمام دكتور لازم تقرأ هدول. شو هدول؟ تقارير طبية عن وضع أبي وصفحات من مذكراته. صحيح حكيت لي عنها. ماشي الحال ناخذهم ونقراهم سوا بالليل. وهلا احكوا لي حليم. جيت لك ما في عندك نية ترجع مرتك وولادك؟ أنا؟ لك هي اللي مناوية ترجع. كمل كمل أنا قايم ريح ظهري شوي وراجع لك. قوم جميل قوم قوم صار الدنيا الصبح. دي صار الساعة 7. كيف نمنع النوم؟ اذا بعدك نعسان فوت ارتاح جوا. لا لا خلينا نكفي حكينا. لا حبيبي الحكي لبعدين. هلا كل واحد بيروح لشغله بعد الظهر مننام والمساء بتمر لعندي على العيادة وبنحكي. مثل ما بدك كان يلا بالاذن. ما شفت قهوتك؟ صباح الخير. صباح النور. وين كنت لهلا؟ كيف بتنام برات البيت؟ اجا غسان وسأل عنك. هلا انت ما بتعرف انه هو ومرته رايحين على حلب؟ حارة مالي في جناحوي. نمت؟ معناته مانك نايم كل الليل. بدي اعرف مع مين سهران هالسهرة المجنونة هي؟ مع مين؟ يسهر معه هيك سهرة؟ المهم قلت لي انت كمان مهتم باسعد عامر. اجتني بنته مع زوجها من كم يوم. بعرف وطلعت على الاوراق اللي اخذوها. في شيء زياده عن اللي شافوه دكتور؟ اخبارة العلاج لقيت لك اياها ان شاء الله تفيدك. اكيد بتفيدني. اللي عرفته من السيدة مها انك متذكر اسعد عامر منيح. اوه اسعد من القلائل اللي ما بينساه الانسان. عندي سؤال محدد دكتور. بمعزل عن الشيء اللي قاله اسعد عامر انه قاتل زوجته وتكذيب الدكتور عزمي لهالادعاء، حضرتك شو انطباعك عن الحاله؟ فيكسيشن. يعني برأي حضرتك اسعد من النوع اللي ممكن يقتل زوجته؟ دكتور شوف عفوا يعني من ناحيه الانطباع بقول لك، بس يعني انت بتعرف الظروف، الظروف ممكن تخليك انت تقتل او ممكن تخليني انا اقتل. ما اختلفنا دكتور، بس اصرار اسعد على انه هو قاتل زوجته
غير نوبات الندم ورغبته بمعاقبة الذات وإصراره على أنه يكتب هالمسألة في دفتر مذكراته. مو ممكن يخلينا إلا نفسر أنه هو فعلا مؤمن بأنه قتل زوجته. دكتور هو فعلا مؤمن ومصدق حاله كمان، وهي نفسيا عفوا دكتور، خايف كل شغلة نفسرها نفسيا يكون لها أساس بالواقع نحن متجاهلين. كيف؟ ليش ما نفكر انه في قتل؟ فكرك يعني اسعد هو قاتل مرته؟ مو ضروري هو. فكان مين؟ يعني واحد ما قتل زوجة اسعد وخلاه يقتنع انه هو اللي قتلها. بس دكتور اسعد كان يعتقد انه قاتل مرته، ومرته بشهادة اخوها لا زالت حية وهربانة مع رجل اخر وفي مراسلة بيناته. خلينا ننسى اخوها، أنا حابب ركز على أسعد نفسه. كان يتناول كحول، كان يشرب أقوى. يا سيدي وتحديدا كان يشرب مبيت. في ناس بتشرب مبيت مع الأكل، أسعد كان هيك؟ لا أكثر من هيك. حسب قوله كان يشرب لينتعش ويجدد نشاطه. كان يتعاطى مخدرات. ما في حدا من الأطباء اللي أشرفوا على علاجه جاب سيرة المخدرات أو العقاقير أو. دكتور اللي تفكيرك لوين عم يروح؟ لنفرض واحد شربان لوكاسين ومعهن أي نوع من أنواع المخدر، متعاطي بإرادته أو مدسوس عليه بالمشروب، وكان عنده حالة فيكسيشن حول قتل زوجته وشافها مقتولة وهو بهالحالة، كثير منطقي لما يصحى من تأثير المخدر والكحول يعتقد انه قتلها. اسمح لي استخدم التليفون. تفضل. ألو ألو، تحياتي سحر، أهلين. إذا ممكن بلا تعطيني جميل بعده نايم؟ فيه عاوزه ضروري جداً.